اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه للملكيه الفكريه يعد انعكاسا حقيقيا لاهتمام الدوله المصريه بهذا الملف واكد مدبولي في كلمته خلال اطلاق الاستراتيجيه ان منظومه الملكيه الفكريه لها دور في دفع عجله التنميه والاقتصاد هذه الخطوه التي تعد الاولى من نوعها في مصر وتعد انعكاسا حقيقيا لاهتمام الدوله المصريه البالغ بهذا الملف. ايمانا باهميته وادراكا لما تلعبه منظومه الملكيه الفكريه من ادوار في دفع عجله الاقتصاد المصري. وتحقيق اهداف التنميه المستدامه الوارده برؤيه مصر 2030 بكافه ابعادها الاجتماعيه والاقتصاديه وفي ظل حرص الدوله على مواكبه التطور العالمي في هذا المجال والمامها بالدور المتعاظم لاقتصاد المعرفه والتطور التكنولوجي